شوف الصاحب اللي انت بتمشي معه. الصحبة وهي على قسمين، اما صحبة من عوائق الاستقامة، اما صحبة دنيوية مفسدة، واما صحبة دينية في غير موضعها. يا زو صاحب سوء تجالسه، زي ما في البخاري ومسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. شوف الزول اللي بيجالسه ده، ده زول بيقدم لك خير ولا شر؟ قال: فحامل المسك إما أن يحزيك أو تبتاع منه أو تجد منه ريحا طيبة. الصاحب صاحب الخير ده أصله أنت ما بتعدم منه خير، مش هو زول خير، أنت ما بتعدم منه خير. يا قال: إما أن يحزيك، يحزيك شايل الأرياح بتاعه يديك ريحة هدية، أو تبتاع منه تشتري منه ريحة استفدت برضه، أو تجد منه ريحا طيبة. ما اشتريت منه ولا اداك هدية، في النهاية بديك بيقول لك هاك جربها، تجربها في يدك، مشيت منه وهذه الريحة قاعدة. فده قال: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك. جليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحزيك أو تبتاع منه أو تجد منه ريحا طيب. وأما جليس السوء فقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إما قال كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك أو تجد منه ريحا منتنة. تقعد جنب الجماعة ديلك ديلك بيودوا لهم الحديد السيخ بيقلبوه عتل وحاجات زي دي، بيسننوا السيخ وغيره بالنار، تمشي تلقاه بينفخ في النار، تقعد جنبه محله مسخنة، يا جاتك شرارة في النهاية أصابت الثوب أو تجد منه ريحا شنو؟ منتنة. فانت شوف الزول اللي بتصاحبه ده، واي زول بتصاحبه في الدنيا دي في غير الخير يوم القيامه بتعاديه. قال الله تعالى: الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. والله اي زول تصاحبه شايفه كذب متكيف منه، مالك متكيف منه؟ هيقول لك الزول ده قوي، ده والله عشره ما بثبته، بس خلاص ريته عشان قوي ومصاحبه ده يوم القيامه شوف مشكلتك معه. والتاني مصاحبه ليه؟ يقول لك والله ده جاري الفريق، ده عنده لسان كذا وكذا وكذا، وده يا اخي اصحاب بتصاحبه صحبة سوء. قبل ايام انا بتكلم مع واحد في منطقة من المناطق في الخرطوم هنا، ده زول يتزوج وماشي كويس وبقى يجي يحضر الدروس وماشي تمام والصلاة ماشي وكويس، لما في اصحاب قدام: وين فلان؟ وعندنا عربيه وفي شقه، وين التلفونات؟ داري قودوا تاني للمعصيه، اصحاب سوء. عشان كذا في صحيح البخاري ومسلم من روايه ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، ثم سال عن اعلم اهل الارض فدل على راهب، داري توب، فدل على راهب. الراهب ده الزول بيعبد الله كثير في الزمن ذاك. قال: فلما ذهب إليه قال: إني قتلت 99 نفسا، فهل لي من توبة؟ قال: لا. فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، فجاء فقال له: إني قتلت 100 نفس، فهل لي من توبة؟ قال: ومن يحول بينه وبين التوبة، أو بينك وبين التوبة، مش قتلت 100 نفس؟ توب الله بيقبلك، زولي توب يرجع إلى الله تعالى الله بيقبلك. وأسد تلقاه ولا نفس ما قتله، بقول لك نحن هم ننفع في الدين ده، ونحن تراهم لخبطنا، ونحن كذا وكذا. يا أخي توب لي الله بيقبلك، يا أخي أقعد الليلة توب لي الله، الليلة دي توب لي الله بيغفر لك الفات كله سبحانه وتعالى. فقال للعالم: إني قتلت 100 نفس، فهل لي من توبة؟ قال: نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة، وفي لفظ بينه وبين التوبة. ثم قال له: إن أرضك أرض سوء، فاذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. قال: فذهب فأدركته المنية في منتصف الطريق فمات. الموت جاو، وده زول الله داير بخير، شوف تاب قبل ما يموت، في ناس لما يموت يخش بمعاصي ودي. قال: فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ويتذكر الكلام طوالي، انه انت بعد تموت اصله بتجي ملائكة، يا ملائكة رحمة يا ملائكة عذاب، الكلام ده ما تنساه، اليوم اللي بتنساه يا هو بتقع في المعاصي الغفلة، وانت متذكر الاشياء دي بتكون على يقظة، ثاني اي معصية بتتوب تزح تزح وتجاهد نفسك. فقالت ملائكة العذاب: لم يعمل خيرا قط، نشيله نحن دكات لميتنا. وقالت ملائكة الرحمة: أتى تائبا مقبلا بوجهه على الله تعالى، يعني منشيله نحن. فأرسل الله إليهم ملكا في صورة آدمي فاحتكموا إليه فجعلوه بينهم حكما، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما وجدتموه أقرب فهو له، أي لهذا الذي، يعني إن كان من أهل الطاعة أقرب إلى أرض الطاعة فهو لصاحب الرحمة، لملك الرحمة، لملائكة الرحمة، وإن كان أقرب لأرض المعصية
هو إلى ملك العذاب أو إلى ملائكة العذاب. فقاسوا فوجدوه أقرب إلى أرض الرحمة، إلى أرض الصلاح بشبر، وفي رواية فنأى بصدره، يعني لحظات الموت والاحتضار بدلق على ظهره على أرض الشر، سقط على صدري رحمة من الله تعالى. وفي رواية أوحى الله إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي فأخذته ملائكة الرحمة. فالحديث ذا فيه فوائد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فيه فوائد. منا الصحبة الصالحة، الزول قاعد في بيئة قتل 100 نفس ما في زول قال لا اتق الله، دي صحبة سيئة. فعشان كذا ماشى شنو؟ أرشد العالم إلى صحبة الخير. زول يا جماعة دار استقيم يمشي له صحبة الخير، وصحبة الخير اللي بيدلوك على الله سبحانه وتعالى، بيذكروك بالله، مش اللي بيجرك للحزبيات وللطرق وللجماعات المنحرفة. يقول لك تعال وراح عندنا دورة، ها دورة شنو؟ شرح كتاب كذا. تمشي شرح الكتاب، خدتوا الكتاب بجنبه ويجي يوصل لك الحزبيات، الشيخ الفلاني هاي، وعين عنده أخطاء فما بنبدعه لأنه أخطاءه دي كذا، ولأنه العالم الفلاني برضو عنده أخطاء وما بدعوه، وكذلك نحن وانا بدع دولة ودار تبدع دا بدع داك، ويصل له والحزبيات ويجعل رق الحزبية على عاتقي حتى يموت. خليك حر، خليك زول مستقيم. الزول بالصاحب ده يذكرك بالله سبحانه وتعالى، يذكرك بالآخرة، تستفيد منه قدر ما تجلس معه تستفيد. ولك والله في محاضرات رسل لك، افتح الموبايل طق رسل لك، في دروس قيمة أحضرها، اديك الكتب فيها نفع، مرة مصحف مرة كتاب كذا في الحديث، مرة فوائد، قدر ما تجالسه تستفيد. ويعينك ذاته على الزمن اللي فيه فتن وابتلاءات، يعينك على هذا الزمان إذا صح التعبير، أو على هذه الفتن، كما قال موسى عليه السلام: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. يا جماعة ده ملخص ما أردنا أن نقوله، وإن كان الكلام يطول، فإنسان يتذكر الأشياء دي باختصار إذا أراد الاستقامة، يعلم أن هذه الاستقامة سبب لحسن الخاتمة ولدخول الجنة برحمة الله تعالى، ويأخذ بخطوات الاستقامة التوبة الرجوع إلى الله تعالى وطلب العلم والعمل بالعلم ودعاء الله والإكثار من الدعاء، توجه لله واسأله سبحانه وتعالى، ويكون موحدا ويتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتحرز ويحذر كل الحذر من هذه العوائق، النفس الأمارة بالسوء والشيطان وأصحاب السوء والبيئة السيئة. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا جميعا إلى البر والتقوى. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، بارك الله فيكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله.